وفي الإسكندرية خرجت أكثر من 10 مسيرات رافضة للانقلاب في ميادين عدة شرق المحافظة وغربها، وأكدت رفضها للموقف المصري الرسمي اتجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لبيك يا غزة، أسبوع ثوري جديد في مصر دعما لصمود الشعب الفلسطيني تجاه العدوان الإسرائيلي، كما يقول التحالف الوطني لدعم الشرعية. هنا في سيدي بشر شرقي الإسكندرية تظاهر هؤلاء احتجاجا على الموقف الرسمي المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وأعلن رفضهم للمبادرة المصرية باعتبارها تصب في مصلحة إسرائيل وتساوي بين الضحية والجلاد. وهنا في الحضرة تظاهر رافضو الانقلاب للمطالبة بمحاكمة عبد الفتاح السيسي والقصاص لجميع قتلى المظاهرات منذ انقلاب 3 يوليو. ولم تغب صورة الرئيس المعزول محمد مرسي عن التظاهرات كما كانت طيلة العام الماضي للمطالبة بعودته لمنصبه. رئيسنا يرجع تاني وكل اللي اتخذ مننا يرجع تاني، نجيب حق الشهداء وحق المسجونين وحق المصابين وحق الشعب كله اللي اتاخد، وواقفين برضه عشان اسرائيل اللي عماله تضرب في اهالينا في غزه. طبعا نازلين عشان خاطر ضد غلاء الاسعار ونجيب حق الشهداء ان شاء الله، وان شاء الله نكمل المسيره باذن الله حتى تعود الشرعيه. في العوائد رفع هؤلاء عبوات رمزيه لسلع تموينيه احتجاجا على القرارات الاخيره برفع اسعار الوقود والكهرباء والسلع التموينيه. وهنا في الورديان غربي الإسكندرية كانت الهتافات الداعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة حاضرة، واعتبر المتظاهرون إسرائيل والسيسي وجهان لعملة واحدة. وكان لرفع الأسعار حظا كبيرا في لافتات وهتافات المتظاهرين الغاضبة. أما هذا الطفل فأراد إيصال هذه الرسالة. كل فلسطيني دمه دم مصري، وإحنا كلنا أمة واحدة، عمرنا ما إسرائيل هتفرقنا ولا حتى السيسي. مشهد التظاهرات لم يختلف كثيرا في مناطق برج العرب والمندرة والعامرية وجليم والسيوف، وكانت المطالب نفسها وهي عودة مرسي والتضامن مع غزة. في المقابل قامت قوات الأمن بفض مسيرتين مناهضتين للانقلاب من منطقتين باكوس وأبو سليمان، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين تم توجيه لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والعمل على قلب نظام الحكم. هكذا كان المشهد في الإسكندرية إذن. متظاهرون رافضون للانقلاب أبوا أن يتركوا شعب غزة تحت القصف إلا بالتظاهر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي، ربما لإيصال رسالة مفادها أن شعب مصر متضامن مع غزة رغم الموقف الرسمي. معنا في الاستوديو عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كما ينضم إلينا من واشنطن توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية. مرحبا بضيفينا. أستاذ توفيق حميد، في جمعة لبيك يا غزة بدا الشعب المصري في واد والقيادة المصرية وذروعها الإعلامية بخصوص الموقف من ما يجري في قطاع غزة في واد آخر، ما تفسيرك لذلك؟ أنا أعتقد أنه هو كلمة الشعب المصري هنا فيها مبالغة شديدة، لأن ما رأيناه هو مجموعات محدودة جدا لما تجمعها كلها على بعض مش هتطلع في الآخر 10,000 12,000 نسمة، يعني ما نقدر نعمم، بل على العكس من ذلك تماما. طيب أنت من الشعب المصري، اسمح لي، اسمح لي أستاذ توفيق، أنت من الشعب المصري. نعم. وهناك آخرون في بيوتهم، هل معنى كلامك هذا أن الشعب المصري ليس متضامنا مع أهالي غزة ضد العدوان؟ أنا أعتقد في تغيير نوعي، في تغيير شديد حدث في مشاعر ناحية الشعب المصري ناحية هذه القضية، وتجد ذلك بوضوح في الميديا نفسها المصرية، في السوشيال ميديا اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، في تعليقات الناس. فالكثير يرى أن مصر في حال عندها مشاكل داخلية لا تستطيع أن تفكر في مشاكل لغيرها، واخد بقى زي قضية غزة وقضية الفلسطينية، فعندنا ما يكفي من المشاكل. والبعض الآخر يرى ان حماس هي المسؤوله عن ذلك، فحماس عرض عليها من النظام المصري تهدئه وهي التي رفضت التهدئه، فمن الذي يدفع؟ وبالتالي هي المسؤوله عن مقتل حماس الفلسطينيين. نعم. لان هي رفضت. طيب اذا كان هؤلاء يعني اذا سلمنا، لو حماس قبلت العرض المصري لم نكن لنرى قتيلا واحدا، اذا سلمنا جدلا ان هذا هو الموقف الشعبي،
استاذ توفيق، اذا سلمنا جدلا ان هذا هو الموقف الشعبي لدى البعض كما تقول، اذا كان هذا الامر يتعلق بالظروف المعيشيه والسياسيه والامنيه التي تقوم بها مصر، وبالتالي هناك اولويات يتم ترتيبها على الصعيد الشعبي، وهذا طبعا يرفضه كثير من المصريين هذا المنطق، هل هؤلاء يؤيدون ايضا القياده السياسيه المصريه في التضامن مع اسرائيل او في التنسيق مع اسرائيل وتأييدها وشراكتها في العدوان الاسرائيلي على اهالي غزه؟ والله انا اقول لحضرتك ان نفس هؤلاء المصريين راوا في عهد الاخوان ان محمد مرسي هو اول من راح وضغط على حماس ومنعها ان تهاجم اسرائيل او باي صوره من الصور. فلما ما يفعله النظام المصري الان يعني ما اعتقدش في مجال لنقده، والا يعني كان من الاولى والاحرى بهؤلاء يذهبوا ينقضوا محمد مرسي لما ضغط على حماس ومنعها هي كمان لما كان في الحكم انها تضرب اسرائيل. وفي الحاجه الاهم من كده، انك حينما تطالب مصر بالتصرف فهل يطلب منها هؤلاء الغاء معاهده السلام والدخول في حرب مع اسرائيل؟ هل تعلم يا سيدي ان الغاء معاهده السلام تعني ان ترجع مصر سيناء الى اسرائيل مره اخرى انها جزء من هل يريدون ارجاع سيناء الى اسرائيل؟ يعني انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. لا هذا خلط الاوراق، اسمح لي، هذا خلط الاوراق دكتور عصام. مش خلط اوراق، دي معاهده السلام. نعم. انت بتاخد سيناء وعندك المقابل انك تعطي سلام. هو اسمح لي دكتور عصام الشافي، هل تتفق مع هذا المنطق ان هناك مزاج شعبي واسع الان في مصر يؤيد هذه القياده المصريه الان في توجهها وليس لديه اي تعاطف او ادنى تعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان بشكل يومي ومع ذلك لا يهزه في ذلك شعر منه؟ هو ابتداء أقول للدكتور توفيق، إذا كان هناك حدث تغييرا نوعيا للشعب المصري في أفكاره ومعتقداته، إذا كان قد حدث، فإن هذه جريمة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري، جريمة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري الذي شوه القيم والثوابت الأساسية للمجتمع المصري، هذا المجتمع وهذا الشعب الذي يعتبر طوال تاريخه القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى وقضية العرب والمسلمين الأولى. إذا كان حدث تغييرا نوعيا فهذا نتاج سلسلة من الممارسات الأساسية التي مرت أو شهدتها مصر خلال العام الأول من الانقلاب العسكري. دعني أذكر حضرتك بمجموعة من العناصر الأساسية لابد أن تكون حاكمة وواضحة في توصيف وتصنيف وتفسير المشهد المصري أو الموقف المصري الآن من أزمة غزة. الموقف الأول أن هذا الانقلاب العسكري قام بفرض حصار شامل على معبر رفح بغض النظر عما يقوله وزير خارجية الانقلاب الآن بأن المعبر مفتوح طوال العام، هذا ابتداء. ثانيا هذا النظام قام بهدم وفق تصريحاته قام بهدم أكثر من 2000 نفق تمثل شريان حياة، رغم أن هذه الأنفاق أنشئت تحت علم وإشراف عدد كبير من القوات المسلحة التي تهيمن على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء. ثالثا هذا النظام أصدر حكما قضائيا باعتبار حركة حماس، حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية ابتداء، وقام ونص الحكم على أغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها في القاهرة. هذا النظام يقوم بتنسيق أمني وسياسي طوال العام الماضي مع إسرائيل باعتبار أن إسرائيل هو أحد القوى الداعمة للانقلاب العسكري سواء سياسيا أو أمنيا أو عسكريا. طيب خلينا في موضوع يعني المقارنة بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي. نعم. يعني بتقديرك ما حجم ويعني مستوى التعاطف الشعبي وتضامن الشعبي المصري مع أهالي غزة مع المقاومة، وهل ربما من أيدوا الانقلاب يعني هم يناصرون القيادة السياسية لمجرد أن كان لديهم موقف سياسي مبدئي من هذه القيادة وبالتالي هم يتبعونها في كل ما ربما تنهجه؟ الموقف مرتبط بعدة اعتبارات مهمة يجب التأكيد عليه. أولا أن هناك آلة إعلامية مؤيدة للانقلاب تعمل 24 ساعة متواصلة على شيطنة حركة المقاومة الفلسطينية، والمصدر الرئيس لمعلومات المصري لعدد كبير أو قطاع كبير من الشعب المصري السياسية لمعلوماته السياسية هو وسائل الإعلام المصري المحلي التي يستمد منها ثقافته وخبرته، جانب كبير من ثقافته وخبرته، وبالتالي نجحت هذه القنوات في تغيير بعض الأفكار وليس تغيير القناعات، لأنه في شيطنة المقاومة الفلسطينية. نعم، لا في تغيير بعض القناعات. أي هذا مستوى في شيطنة حركة المقاومة. الربط المستمر بين حماس وجماعة الإخوان المسلمين والحملة الأمنية المكثفة تجاه الإخوان المسلمين في مصر وربط حماس بها
جانب اخر من جوانب الصوره الذي يجب مراعاته. بالتالي فكره الربط بين حماس من ناحيه والاخوان المسلمين في الناحيه من ناحيه اخرى اصبح الحديث الان على ان حماس ما هي الا فرع الاخوان، تريد النيل من امن مصر واستقرارها، تريد تهديد الامن المصري. تم القبض عشرات القضايا وعشرات التفريعات يعمل عليها الاعلام المصري ليل نهار، وبالتالي كان لها دور في تغيير بعض الافكار. ولكن مع التاكيد استاذ عبد الصمد، تغيير بعض الافكار وليس تغيير الثوابت، لانه عندما يسقط هذا النظام ما يجب التاكيد عليه انه مع سقوط هذا النظام سيعود الشعب المصري لثوابته الاساسيه التي تعتبر القضيه الفلسطينيه هي قضيته الاولى، وحركه المقاومه الفلسطينيه هي رمز عزته ورمز. استاذ توفيق حميد، مهما كان موقف يعني الذين يؤيدون السلطه الحاليه بخصوص التعاطي مع هذه القضيه، هل يقبل المصريون، وطبعا هذا لم يسجله ابدا اي تاريخ مضى، ان يكون موقف كهذا متضامنا مع العدو ضد اخوانهم الفلسطينيين لمجرد ان هناك ربما خلافات سياسيه على خلفيات ما؟ ومتى كانت اخلاق المصريين تقبل بعدم اغاثه الملهوف وبعدم فتح معبر رفح امام المتضررين من الحرب عليهم في قطاع غزه؟ هو شوف حضرتك، في نسبه كبيره من المصريين شافت ان هو فتح المعبر ده كان من خلاله بيتم عمليات تسلل، بالاضافه طبعا للانفاق. والحقيقه الاخ الفاضل المحاور الضيف الفاضل بمعترض ان احنا بنغلق الانفاق، الدكتور عصام مع تحياتي له، هو معترض ان احنا بنغلق الانفاق، وانا اي دوله في العالم تسمح بانفاق بيدخل كان منها سلاح وبيقتل جنود مصريين بتهاجم دول اخرى من خلالها. فانا اعتقادي من الدول ان أخرى المصريين بعد ان اسرائيل اذا كان صح اذا كان ذلك صحيحا اسمح لي، من هي هذه الدول اذا كان ذلك صحيحا عدا عن اسرائيل؟ جنود مصريين قتلوا يا فندم نتيجه الانفاق، تقول الدول اخرى. يعني دعني بس اتحدث، يعني ارجوك، في أنا بقول لحضرتك من خلال الأنفاق تم الهجوم على جنود مصريين وتم قتل بعضهم في رمضان، والشعب المصري يذكر ذلك. فأنا بتكلم على مبدأ أن ما فيش دولة ذات سيادة بتسمح بأنفاق، فالدكتور عصام أنا متعجب أنه يقبل ذلك. الأمر الآخر أن لما نيجي نفكر في نسبة برضو من الشعب بدأت تقول زي ما سمعتها برضو من الدكتور عصام بيقول لك القضية الفلسطينية هي القضية الأولى، واخد بالك؟ وهو ده للأسف بقى البعض بيبدأ يراه. يعني لما أنت تضع القضية الفلسطينية القضية الأولى، ده في النهاية أدى إلى إيه؟ إلا أن مصر بقت هي القضية الثانية. يعني بمعنى وكأني أخون بلدي، المفروض بلدي مصر تبقى هي القضية الأولى. وعشان كده إحنا لما خليناها بقت نمرة اتنين وبقت القضية الفلسطينية الأولى، في ناس كتير شايفة أن هو ده السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي والوضع المزري اللي البلد عاشت فيه سنين وإلى الآن بتعاني منه. فأنا أعتقد أن هو ده لازم يوضع في الحسبان. مش معقولة دولة تعيش في فلك دولة تانية أو ناس أخرى والضحي هي بشعبها في النهاية كما حدث فينا. وبالتالي للحفاظ على العلاقة مع إسرائيل، يعني الفلسطينيين يروحوا في داهية إن شاء الله نقتلوا كلهم زي ما كما تقول. لا، يعني انا اقول لحضرتك حاجه، تركيا مثلا عندها علاقه استراتيجيه مع اسرائيل ومصالحها مع اسرائيل، ودعك بقى من كل الكلمات اللي بتتقال، الواقع ان تركيا بتعمل عمليات عسكريه مشتركه مع اسرائيل لانها جزء من حلف الناتو، وحلف الناتو له علاقه وطيده مع اسرائيل في العمليات المشتركه. فيعني احنا قبل من فقد نعيب على النظام المصري وعلى المصريين، طب احنا نبص لدول اخرى نجحت نتيجه انها اهتمت بمصالحها. احنا بقالنا سنين بنضحي بمصالح مصر، وفي النهايه ماذا كانت النتيجه؟ نحن الذين نعاني. طيب حتى اعود للدكتور عصام حتى اعود للدكتور عصام، اريد منك استفسار. تقول الانفاق، لماذا لجأ الفلسطينيون الى هذه الانفاق؟ هو لجأوا لأن بسببين، ممكن يكون المعبر في أوقات كثيرة ما كانش مفتوح وكانوا مضطرين، وفي جزء آخر نتيجة أنه من خلال المعبر مش هيقدروا يوصلوا أسلحة ولا حاجات غير قانونية، ولا يقدروا ياخدوا الحاجات المدعومة من مصر يوصلوها لداخل غزة. فهو في سببين اقدر اقولهم، احيانا بيكون سبب نقدر نفهمه ونتفهمه انه يكون حاجات قانونيه وان المعبر مقفول، فممكن واحد يقول لك انا مضطر اعمل كده. ولكن للاسف بقى ان الواقع بيقول ان برضه في حاجات اتهربت من مصر باسعار المدعومه، زائد سلاح دخل، زائد كوارث اخرى حصلت من خلال الانفاق. فانا اقدر اقول انهم سببين، ما اقدرش اقول لك لحضرتك انهم سبب واحد. طيب دكتور عصام، انهم اضطروا لعمل الانفاق. حتى نرد على كثير من النقاط.
لا ظهير للفلسطينيين ما دام أن مصر الآن منشغلة بمشاكلها، وبالتالي الأولويات اختلفت. الآن القضية الأولى بالنسبة لمصر هي مصر والحفاظ على العلاقة مع إسرائيل حتى لو كان ذلك على حساب الفلسطينيين. نعم. لا هو بس في ثلاث ملاحظات مهمة جدا جدا أريد الرد على هذه النقطة بالذات. على هذه الجزئية تحديدا. أولا الحديث عن قتلى مصريين سقطوا في شبه جزيرة سيناء، أعتقد أن كل التقارير أو معظم التقارير الإعلامية والسياسية والأمنية تؤكد أن إسرائيل تقف خلف معظم أو أغلبية من سقط قتيلا أو شهيدا من المصريين على حدوده. هذا ابتداء. ثانيا الحديث عن أنفاق وأضرارها وأخطارها، أعتقد من يحاسب أو يسأل عن هذه الأنفاق إذا كانت خطرا أو خيرا أو شرا هو الجيش، لأن سيناء تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة وغير مسموح لأي مؤسسة أمنية داخلية مصرية التدخل في شبه جزيرة سيناء إلا بإذن من القوات المسلحة. هذا ثانيا. ثالثا عندما نتحدث عن أن فلسطين هي قضية العرب وهي قضية العرب والمسلمين الأولى لأنها في مواجهة العدو التاريخي والاستراتيجي الواضح للعرب والمسلمين، لأنها في مواجهة العدو الأول للعرب والمسلمين، العدو الأول للعرب لازم لابد أن توضيح حقائق. لا جدال في هذا الامر. هذا هو الاهم. نحن في مواجهه نحن في مواجهه لا ينظر اليها الا باعتبارها مواجهه سياسيه فقط استاذنا. المواجهه مع اسرائيل المواجهه مع اسرائيل مواجهه فكريه حضاريه دينيه ثقافيه تاريخيه ممتد، لا يمكن حصرها في ازمه عدوان في عدوان عابر على غزه سيسقط كما سقط غيره على غزه سيجلب الولايات على مصر. غير صحيح. طيب اريد في نقطه هنا، انتم اسمح لي، انتم تظلمون هذه السلطه وتدعون أن رفح يعني معبر رفح مفتوح بينما وظيفة الخارجية يقول إنه غير صحيح. ظل مفتوح طوال السنة. غير صحيح. بشهادات يعني هذا ادعاء باطل وافتراء على السلطة المصرية. بشهادات موثقة من العاملين في المعبر، وبشهادات موثقة من الفلسطينيين الذين يمرون، وبشهادات موثقة من الأجهزة الأمنية، وبتصريحات رسمية صدرت عن كل وزراء الخارجية ووزراء الدفاع. يعني وزير الخارجية المصري يكذب؟ نعم. يكذب؟ لا ليس كذبا. ولكنه يجهل، لن أقول يكذب، ولكنه يتجاهل الحقيقة التي صدرت في تصريحات رسمية مصرية أن الحكومة أغلقت هذا المعبر عدة اعتبارات، بدليل أنه في تصريح يقول أن المعبر مفتوح طوال العام إلا بما يتفق والتهديدات الأمنية للداخل المصري. أريد أن أستغل هنا يعني نقطة أخيرة، وهي أن غدا هناك جلسة لمحاكمة في إطار دعوة لحل حزب الحرية والعدالة، إذا صدر حكم قد يكون بحل هذا الحزب كيف سينعكس هذا على الوضع العام في مصر وعلى يعني التوتر السياسي في البلاد؟ لا، الحديث عن صدور حكم قضائي بحل الحرية والعدالة أعتقد أنه لا قيمة له بالأساس، لأنه يصدر من سلطة لا شرعية قانونية أو دستورية أو شعبية أو ثورية لها بالأساس. هذا ابتداء. لا نتحدث عن قيمة حل عن قضية قيمة حل حزب سياسي بعد أن فقد هذا الحزب رموزه السياسية قتلا واعتقالا وتشريدا وانتهاكا للحقوق والحريات. لا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء هذا الحكم أي قيمة سياسية أو تشريعية أو قانونية، لأنه بالأساس ابتداء يرتبط يصدر من سلطة لا مشروعية قانونية أو سياسية لها ابتداء. ثانيا أن معظم الحديث عن الحزب يسقط، الحديث عن الحزب ككيان سياسي يسقط مع أهمية الحديث عن القيادات التي تم اغتيالها، القيادات التي تم اعتقالها، عشرات إن لم يكن آلاف مشاردين بين مطارد ومشرد من المنتمين للحزب بشكل خاص، ولجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ولكل تحالف دعم الشرعية سواء من الإخوان أو غيرهم بشكل عام. توفيق أستاذ توفيق حميد، هل تعتقد بأن حل حزب الحرية والعدالة الذي سينظر في أمره غدا في إطار محاكمة لن يكون له أي تداعيات وبالتالي سيمر هكذا؟ باختصار أستاذ توفيق بفضلك. أنا اعتقادي أنه هو هيمر بدون تداعيات كبيرة، ولكن لا أعتقد أنه يعني هيكون مؤثر قوي في الوضع على الشارع. فأنا اعتقادي أنه هو تداعياته هتكون محدودة للغاية، ما أعتقدش أنها تكون تداعيات، بالذات أنه هو في أحداث أكبر منه بكثير حادثة، فهو بيحصل في وقت أحداث أكبر منه بمراحل حاليا. شكرا لك توفيق حميد، كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية من واشنطن، ونشكر هنا في الاستوديو دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. شكرا لكم.